بمثل هذه الأزياء المستوحاة من عالم الأنمي، توافد عشاق ناروتو، الجوكر، وان بيس من كل حدب وصوب على هذا المكان. همهم الوحيد هو إبراز أزيائهم تحت اسم الكوسبلاي. يمكن للمتجول هنا والمتأثر بثقافة الأنمي والمانجا أن يجد كل الأشكال التي يصادفها عبر شاشات التلفاز، منهم من اختار أن يضع قناعاً والآخر أن يحمل سيفاً، حتى من يرتدي باروكا، فهم يقلدون شخصياتهم الخيالية. Je fais le cosplay de Alice de Pandora Heart et non, c'est pas la première fois que je fais, c'est troisième année de suite et je participe à chaque année dans les mises en scène, dans le concours cosplay, c'est très amusant à faire. هنا بمهرجان فيبدا بيومه الأخير، الجميع يلتقط صورا مع شخصيته المفضلة، وحتى صغار السن تنكروا بأزياء خاصة. أنا لابس، أنا ما لابس لوفي كما راك تشوفوني، عجبني الحال بزاف. أمي يجوا يما خياطة، يعني أنا الشخصيات اللي حبيت نتلاقاهم تلاقيتهم، كاين اللي تلاقيتهم هنايا كيما كاين قارن، كاين كاتارينا، كاين واسمو موردي كايزر، هادوك كاين، وكاين تاع ليزانيمي كيما ون بيس، ون بيس هذا معروف، كاين تاع طوكيو غول، هادوك اتاك اون تيتانز. تما تصورنا كجينا نجوزو الوقت جوست بليزير، صورنا معاهم كامل وعجبونا طري طري بيان، واحد ما خليناش كاع صورنا معاهم كامل كيما راهم. ليبقى الكوسبلاي ثقافة جديدة وغريبة على الجزائريين، فأنت لست بحفل تنكري ولا بالهالوين، إنما بالجزائر.